مساء الخير واحلى تحية لكم جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واهلا وسهلا فيكم بسحب جديد من اللوتو اللبناني. سحب بخليكم تصيروا مليونارية، سحب بخليكم تصيروا مليارديرية. بس قبل ما نبلش، واليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحب عيد كل النساء يلي عم بيحضرونا، وان شاء الله الجائزة الأولى تكون من نصيب هيك شي سيدة أو شي صبية. سحب اليوم رقمه 1594، تاريخ 8 أدار 2018، الجائزة الأولى حلوة 225 مليون ليرة تقريبا، الجائزة الثانية 150 مليون ليرة تقريبا، أما زيد فأكثر من 49 مليون ليرة. قبل ما نبلش صحوبات الليلة، ومثل العادة بدي رحب بمندوبة وزارة المالية ولجنة الرقابة على أعمال وصحوبات اللوتو اللبناني مدام ترازي مسلم. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف أكيد أنت؟ بحب عيدك بالأول. مرسي، وينعاد عليكي كمان. مرسي. وكمان اليوم نمسى بأنه عشية عيد المعلم، وأكيد بنحب نعيد كل الأساتذة وكل المعلمين والدكاترة والبروفيسورية يلي عم يحضرونا. يعني مدام تراز، عيد بعيد، الجائزة الأولى لازم تنربح. ما رح نطول كتير، إلى مكانة اللوتو تنشوف شو رح تختار. طب الأولى 13 16. طب الثالثة 31. والطابة الإضافية، طابة السابعة 5. إذن هول هن طابات يلي اختارتهم مكنة اللوتو الليلة، مثل ما عم تشوفون وراي على البوكال. بذكر انه الليلة رقم السحب 1594، تاريخ 8 أدار 2018، وبذكر انه الجائزة الأولى 225 مليون ليرة تقريبا، والجائزة الثانية 150 مليون ليرة تقريبا. يعني ان شاء الله يكون في معنا هيك شي رابح جائزة أولى، رابح جائزة ثانية، ومثل ما قلت ان شاء الله تكون انه شي سيدة أو شي صبية هي يلي فازت، إذا كان في معنا فايز. هلا رح ننتقل لمكنة زيد ونشوف شو الطابات يلي رح تختارون. بلشوا البوكالات، والطابة الأولى 8، 6، 9، 4، 7. 74,968 كل هن الطابات يلي اختارتهم ما كانت زيد بالنسبة لسحب زيد لليلة. إذا بعد ما شفنا طابات اللوتو، شفنا طابات زيد، هل في معنا رابح جائزة أولى؟ هل في معنا رابح جائزة ثانية؟ هل في معنا رابح جائزة زيد؟ جواب طبعا بعد البريك.
برز شفافك بألوان مات مركزة جديد سوبر ستي مات إنك من ميبلين نيويورك. تركيبة مات بتدوم لغاية 16 ساعة. ألوان غنية ما إلا مثيل. جديد سوبر ستي مات إنك بس من ميبلين نيويورك. وهلأ بمناسبة يوم المرأة العالمي، مع كل شراء قلم حمرة بتكوني عم تتبرعي بدولار لبرنامج Girls Day اللي بيساهم بمستقبل شابات لبنان من خلال تعرفهم على مهن بعالم التكنولوجيا. خلتني منورة في يوم فرحي، أبقى أجمل في أعز لحظات حياتي. صبغت شعري، لونت أجمل مناسباتي مع غارنييه كولور ناتشرلز بزيت الزيتون، الأفوكادو والشيا. بتغذي الشعر عند الصبغة ومع بلسم بعد الصبغة. ما تخافيش، دي صبغة بتغذي للون غني لامع ويدوم مدة طويلة. شعر متغذي يعني لون أروع ولا شعرة بيضة. ما فيش مناسبة بتكتمل من غيرها. غارنييه كولور ناتشرلز. مفكرين الهيلثي موضة، بس الموضة بتروح والطبيعي بيبقى. جلو بيسكوي دايما عبالي بطعمة الفواكه الشوكولا أو الكريمة. جلو من القمح والشوفان، سناك بيبقى معي كل النهار. بيسكوي جلو طبيعي خفيف لذيذ. رحلك ما قلت لنا ليه مش مرتك معك؟ كان كتير حابة تجي بس موسم ملوخية، موسم بامية. 2 3 دب. سوري يا استاذ بس موسم بازيلا. تحضير خضره اخذ لك كل وقتك. لاسولاي بتقدم لك اوسع واجوى تشكيله خضره مجمده ومعلبه. لاسولاي بتهين لك حياتك. ليش شوف ما تنزلها حلوه مشيها. شعري مش مزبوط. لا مان كل شيء بيمشي الا القشره، لا تمشيها. هذا شولدرز بالتركيب الثلاثيه بينظف بيرطب وبيزيل القشره 100%. لا تمشيها خليك 100% بدون قشره. أدوار الدراما ليها فضل كبير في نجاحي. في الحقيقة بحب الحياة وبعشق الألوان، وده بيبان من لبس. في الأول كنت مضطرة أختار، يا إما أشيل البقعة الصعبة يا إما أحافظ على رونق هدوم، لكن مع أريال باور جل مش محتاجة تنازل. أفضل جل بلبنان لإزالة البقع. شاكيرا بتقدم كريست، كل حلوة عندها سر لجمالها، وسر شاكيرا هو ابتسامتها البيضاء. كريست بياض 3D تبييض المثالي الجديد لابتسامة أقوى وأكثر بياض، بيزيل حتى 100% من البقع السطحية بثلاث أيام بس. كوني محط الأنظار مع ابتسامة أقوى وبيضاء أكثر مع كريست بياض 3D. بعد استعمال معجون كريست بياض 3D استعملي مسرع التبييض لتحافظي على ابتسامة ساحرة طول النهار. جربيهم سوا ضمن مجموعة التبييض المثالي. لما نقول سمك معروف السمك يعني جبال. للشبك على الطاولة هيك بناكل السمك بصور. بالأكل لكل منطقة طريقتها، بس بإزالة الدهون كلهم عندهم فارق. You tell whoever's got you there is no deal unless they come way down on the price.
I almost feel bad for the guys. Things are gonna start to get better. You work for bad people. That's gringo. هيدي حكاية تيامنا الجديدة، منلبسها بالمناسبات السعيدة، وبعد كم غسلة بتروح قيمتها وبتصير تياب لكل يوم، وكمان كم غسلة بيروحوا مصرياتنا وتيابنا بتبطل تنفع حتى للنوم. استعملي داوني المركز يلي بنعم أنسجة التياب وبقويها، احمي تياب عائلتك من البهتان، التمدد والوبر. PIAF, le spectacle. 300 représentations à travers le monde, plus d'un million de spectateurs, le plus grand succès français à l'international depuis 2015. Retrouvez le plus beau spectacle jamais réalisé sur PIAF, sur la scène. غسلة بعد غسلة بتجردي شعرك من قوته مع الشامبوات العادية، بينما بانتين يلي بيحتوي على البرو فيتامين بقوي شعرك كل ما تغسلي. خلي قوة شعرك تبدأ مع بانتين. بانتين، لأن القوة جمال. الناس بتفكر إني رح كتف إيدي وإلحق طريق نرسم لي، بس الحقيقة أنا بختار طريقي بإيدي، وما في شي بيوقفني ولا حتى أصعب الأيام. اكتشفي أولويز القطنية الناعمة، سطحها ناعم بلمسة القطن الطبيعي، وعكس الفوط العادية نعومتها المرنة بتخليها تتحرك معك بكل راحة. على راحتي بمشي الطريق يلي بختاره وبروح فيه للآخر. شكلي طالع من الدجاجة المنتوفة وعندي عرس بعد نص ساعة، دخيلك بدي شي تعيريني كسوسو. ماما بلش هالعرس؟ فيه وبلا يتجوزوا. ريحة بونكس الجديد ما قلك قلبت تركيا، لأنه بيعطي كنادة في ريحة بتضاين ثلاث مرات أكتر وبسعر أوفر. صار فيك تهنيهم بالولد. صار وقت تقولي كفاية كفاية ملونات سيليكون وجلوتين. صار وقت تعيش الطبيعة مع هربل أسنسز بايو رينيو الجديد، الخالي من الملونات السيليكون والجلوتين والغني بزيت الأرغان والياسمين، ليعيد الحياة لشعرك من جذور للأطراف. عيش هربل أسنسز بايو رينيو الجديد، عيش الطبيعة. جيلات بلوتو بلس تتميز بشريط ترطيب بيتفعل أول ما ينحط بالمي لتعطيك حلاقة ناعمة بدون ولا خدش ولا جرح. طور شفرتك الحالية بجيلات بلوتو بلس. جيلات، ما يستحقه الرجال. يونيكا، على الحلوة وعلى المرة وعلى شكل جديد. ثلاث ثواني لتغطية كاملة للجذور. 3، 2، 1، اختفوا. جديد ماجيك ريتوتش، أول سبراي فوري لتخفي الجذور من لوريال باريس. بقول أولادك عن أكلاتك طيبين، تقني فن الطبخ وحب تربحي مطبخ جديد، اشتركي معنا بمسابقة أطيب لقمة أم مشتورة فروزن فود. للمزيد من التفاصيل تابعينا على الفيسبوك. شعرك ضعيف وعم بيتساقط؟ الترا دو بتقدم لك مجموعة جديدة بزيوت الخروع واللوز، خلطة فريدة تجمع بين فوائد زيت الخروع المقوية وزيت اللوز المغذية، مزاجتها غارني خصيصا إليك. مزيج الزيوت المعالجة لعناية فايقة لشعرك، الشامبو بفوائد زيوت الخروع واللوز، مغذى الشعر مرمم حتى الأطراف، أكثر مقاومة للتساقط لملمس كثيف وناعم. جديد الترا دو بزيوت الخروع واللوز، خلطات ممزوجة لشعر كله جمال. استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من الترا دو جل الاستحمام الجديد. من جديد برحبكم مشاهدينا بسحب الليلة من اللوتو اللبناني. يعني كنا على البريك عم نحكي أنا ومدام تيريز أنه صدرت قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم من يومين، وقدي حلو أنه الواحد يشوف اسمه بالمليارديرية بالعالم. طبعا كله بيصير حقيقة مع اللوتو اللبناني، بس هل رح يصير حقيقة اليوم؟ هل رح تنربح الجائزة الأولى أو الجائزة الثانية؟ خلينا نتأكد بالأول من نتيجة سحب الليلة. معك مدام تيريز، تفضلي. لوتو رقم 1594 لليوم الخميس 8 أدار 2018. الطابات الستة الأساسية 13
16 31 1 12 9 والطابة السابعة الإضافية رقم 5. وهلا السؤال الأهم، هل في رابح جائزة أولى أو رابح جائزة ثانية؟ الجواب بالتابلو، خلينا نشوف. شو؟ ولا شيء، ولا أولى ولا ثانية. مرتبة ثالثة 30 واحد بيربحوا تقريبا مليونين ليرة، مبروك. مرتبة رابعة 1539 بيربحوا 50,000 ليرة. أما بالمرتبة الخامسة ف 24,520 شبكة بيربحوا 8,000 ليرة. بسيطة، ما عليه، بعد في عنا حظ، خلينا نجرب زيد. مدام تريز نتيجة سحب زيد الليلة. سحب زيد رقم 1594 تاريخ 8/3/2018. الرقم الرابح 74968. خلينا هلا نشوف ان شاء الله، يعني على زيد تنشوف شو النتيجة. تابلو. ثلاث أوراق رابحة بزيد، لكن ألف مبروك، بيربحوا تقريبا 16 مليون ليرة كل ورقة رابحة، لكن ثلاث أوراق إن شاء الله يكونوا ثلاث سيدات، كل ورقة بتنتهي بأربعة تسعة ستة ثمانية بتربح تقريبا 450,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي بتسعة ستة ثمانية بتربح 45,000 ليرة، وكل ورقة بتنتهي بثمانية وستين بتربح 4,000 ليرة. يعني منيح على القليلة انربحت زيد وثلاث رابحين، إن شاء الله يكونوا ثلاث رابحات ثلاث سيدات. انربحت من وين؟ مكتب رقم 1037 مختار المدور بالأشرفية، مبروك. مكتب رقم 1247 مكتبة نبهان بزحلة. 2253 رقم المكتب فضول تريدينج بصربة. هيك موزعين يعني المكاتب، ان شاء الله بس يكونوا مش موزعين، يكونوا ثلاث سيدات وثلاث نساء مثل ما قلت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. موعدنا نحن نهار الاثنين، الجائزة الأولى شو بتكون؟ بتكون بالمليارين و200 مليون تقريبا. الجائزة الثانية؟ بتكون فوق ال 150 مليون أكيد، يعني لأنه ما كان في تراكم هالمرة وما ربحت كمان. أوكي، زيد سبيسيال ولا عادي؟ لا عادي بتكون. زيد بتكون عادي، لكن كلنا أمل إنه الثنين يكون في معنا رابح جائزة أولى أو جائزة ثانية وكمان زيد. مدام تريز بدي أسألك، إذا ربحت اللوتو شو بتعملي؟ بعمل كثير، وانت شو بتعمل؟ انا بنزل على النيابه هيك درجة بس هلا خلص راحت علي. التنين سبيسيال ولا عادي قلنا؟ سبيسيال رح تكون سبيسيال لكن التنين. على امل كمان انه تنربح الجائزه التنين. مدام تريز انا بدي اتشكر وجودك معنا الليله، ولكل يلي بعد ما تكسوا لنهار التنين من هلا للتنين تكسوا، كل ما تكسوا اكثر، اذا توجهتوا لأقرب مركز من لالي بانيز دي جو أو فيكن حتى تنزلوا الابليكيشن LLDJ، أكيد كل ما تكستوا أكتر كل ما حظكم بالربح بيزيد. مدام تريز من هلأ للتنين معك يعني أربعة أيام صح، يلا إن شاء الله جايزة حرزانة إن شاء الله خير، وكمان جايزة زيد سبيسيال كمان، يعني ما تنسوا تكسوا وي وتختاروا أنه تلعبوا زيد. من هلأ لوقتها نحن ملتقانا التنين بالوقت نفسه. باي باي. Présente.